لا لا اول مره هي عبد المنعم شقان من شركة عصام لتصنيع القهوة مقر الزاوية. عصام شركة ليبية رائدة في مجال صناعة القهوة وأضافت عدة إضافات للقهوة في ليبيا، عرفت الناس القهوة وشنو القهوة ومنين تجي وكيف تصنع البلدان اللي تنتج في القهوة، وعندنا خلطات تميزنا بها أول ما نتميز بها في السوق الليبي خلطات عصام موجودة عندنا في محل في بن عاشور يعرفوها الناس. بالنسبة للمعرض هذا أول مرة يقام في ليبيا، حاجة جديدة يمكن تعرف أي واحد يخدم في القهوة يعرض منتجاته في المعرض هذا ويعرف بنفسه. وإحنا في عصام في عندنا زبائن في هلبة تساؤلات من الزبائن ومش لاقين ما يرد عليهم، فالمعرض هنا يجوز زبائن واللي عنده سؤال يستفسر عن نوعيات. عندنا احنا اربع نوعيات في السوق موجودات وفي تختلف النوعيات على بعضها، فيجي الزبون يسال شنو هي هذه الفرق بين هذه وهذه، علاش هذه بنتها هيك علاش هذه كذا، نوضحه للناس يعني. أنا السيد ربيع القمودي مدير شركة القمودي لصناعة القهوة. والله شفنا المعرض أنه شيء جديد في بلادنا وشيء يشجع منتجات بلادنا، وهذا يعني في البداية تعب لي نحن شوية لأنه شيء يعني ما كانش لي ترتيب ممتاز، لكن إن شاء الله في السنين القادمة حيكون لي تنسيق أفضل وحيكون ليه تألق أفضل بإذن الله تعالى. والله المراحل اللي نخدمه بها احنا بالنسبة اللي احنا كشركة قمودي ناخده في القهوة خضراء ونحمسه فيها ونطحنه فيها ومن بعد نعبوها في عبوات وتتوزع الأسواق، هذه بالنسبة للعربية. بالنسبة للإكسبريس عندنا تسويق للمقاهي طبعا بعد التحميس والطحن والتخليط، عندنا خلطات طبعا معينة وبعدها يتم توزيعها للمقاهي. يعني في اقبال من الناس واسمنا يعني كبير يعني الحمد لله، يعني 27 سنة تو في المجال هذا والحمد لله يا ربي. احنا شركة عرار استيراد مواد غذائية
مشاركة متاعنا كانت بشاي الكبشين، وعندنا مجموعة منتجات تانية زي شاي الجمل وشاي الغزلتان وحليب جميلة مبخر. شاركنا عندنا حملة تذوق ندايرينها هنا، كان عندنا أمس موجود الشيف سامي درنا الآيس تي طريقة جديدة عدة نكهات، وعندنا شمية أبو شابة بنكهة الميستيكا الحرة العربية قدمناها كتذوق للحضور هنا، وإن شاء الله يكون عجبهم. فتحي محمد عزوز من شركة الزاد. شركة الزاد هي أحد الشركات الليبية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى بناء النظم والسيستمز. المشاركة اللي كانت اليوم لشركة الزاد هي طبعا عن طريق ثلاث أشياء. أول شيء طبعا إضافة أيقونة أو خلي نقوله التصنيف القهوة بالكامل بمختلف أنواعها، من حبوب، من مطحونة، من ماكينات قهوة، من كبسولات القهوة. هذا طبعا كلها موجود في شركة الزاد، بالإضافة إلى إضافة كل المقاهي اللي اليوم اللي بيعوا في القهوة، وحلين حنتكلموا عليه المشاركة تانية اللي خشت بها شركة الزاد. طبعا تاني مشاركة هي منظومة خاصة بالمقاهي والمطاعم. طبعا المنظومة هي عبارة عن إن اليوم مثلا الزبون يجي يخش للقهوة، ما فيش داعي، أو المطعم ما فيش داعي إنه هو مثلا ينوض يمشي أو يجيه الشخص باش يعطيه المنيو، عبارة عن إن هو بس يقرأ الكيو آر كود من الطاولة، ياخذ منها الكيو ار كود، تتسجل الطاوله هي باسم الشخص هذا، يقدر من خلالها يطلب الطلبيات متاعه عشان يبي ياخذ يوصلوا له لعنده، وتطلع اوريدي في السيستم في المنظومه عند جماعه الكاسه. برضو يقدر الشخص اليوم او الزبون يخلص عن طريق الموبايل ابلكيشن هذا بخلال خدمه ادفع لي، خدمه تداول ومعاملات، وكل المعاملات الدفع الالكترونيه. المشاركه الثالثه اللي شاركت بها شركه الزاد، وهي الاولى من نوعها خلينا نقوله في ليبيا، وخلينا نقوله حتى على مستوى العالم، هي كيف نقدر اليوم نوصلوا السوائل، الاشياء السائله، فبابتكار من اختراع شركه الزاد، وهو طبعا تحصلت عليه شركه الزاد هذا الموضوع، هو ان احنا اليوم قدرنا كيف ان احنا نديروا بروتوتايب اولي او النموذج الاولي، كيف ان احنا نقدروا نوصلوا القهوه بسليمه وما يصيرلهاش اي شيء داخل عربات التوصيل، سواء كانت عربات شاحنات او مثلا المطوات، الدرجات الناريه والدرجات الهوائيه. فاليوم طبعا شركه الزاد شاركت بثلاث اشياء هذه داخل هذا المعرض، نتمنى ان شاء الله ان احنا بعون الله حنكونوا من احسن لاحسن، وحنواكبوا كل الاشياء التقنيه، وبالاضافه الى ان احنا كيف اليوم نقدروا نجمع ما بين التقنية وما بين الشيء الواقعي هذا.